أستاذ. أستاذ. يا أستاذ. نعم. يعني نعم يا حبيبي. حتة. الصبر طيب. طيب. الصبر طيب. ما حدش بياكل أكتر من بطنه. خامس فرح نخش وندور عليك فيه يا حسن. اما تاخد حاجه تبري نفسك بيها على المؤسف. احنا عايزينك بسرعه يا حسن ومن غير ما نعمل شوشره. ها بس بعد ما تعشى. ثانيه واحده ثانيه واحده. وانت بقى تبع اهل العروسه ولا تبع اهل العريس؟ انا تبع المأذون. انا اصلي غاوي افراح. احب اجي الفرح من دول ابري نفسي بشويه اكل على مزاجك كده. انت عارف الطبق ده؟ لا انا ولا انت ولا الاكبر منك نقدر على تمن. ده لسه الحلو بقى كمان. غير الانس والفرفشه. مصنع البلاستيك اتحرق يا حسن. اهو ده اللي كنت خايف منه. ليه ما شفتوش شغله كويس؟ أنا قلت لكم المصنع هيتحرق، ده إهمال، إهمال كثيف. وبعدين أنا ناقص تعاكم عليا فيلة مفترجة زي دي. يا ما قلت له المصنع ده هيتحرق. رحت له لغاية عنده، قلت له الساعة 10 ونص المصنع هيتحرق. مفيش فايدة يا جدع. هي أنا دايما زي ما بقول لك كده. خلصت يا حسن؟ خلصنا يا سيدي، مفيش داعي للحل. ده حاجة تقرف. اتفضل. أنا أذكركم. إيه؟ أوعى تقول لي حلم تاني. أنت تنسى حكاية الحلم دي خالص. أمال أقول إيه؟ تقول الحقيقة. ماشي. الحقيقة إنه حلم. حسن. حسن. أنت قاعد على القهوة، سمعت ناس بتتكلم. قول لي أساميهم، ما تخافش. طب بلاش. مش عارف أساميهم، أوصف. القهوة ما حصلش فيها حاجة. يبقى في صالون الحلاقة بتاع والدك. زبون طرطش كلام وقال. بقول لحضرتك ايه؟ انت كده بتضيع وقتك معايا. ما تدوروا احسن على الناس اللي حرقوا المصنع قبل ما يهربوا. وانت فاهم ان احنا قاعدين ساكتين؟ ده في فرقه بحالها ورا الموضوع ده. وانا واحد منهم. وانا بقى اللي طلعت من حظك ها؟ ده من حسن حظي. طيب حس كده بقى انا هقول لك على كل حاجه بصراحه. وانا بقى مستني اللحظه دي من زمان. وانا في الفرح شربت كاسين. بعد الكاسين خدت حتتين لحمه. دخل عليهم صدر رومي مع شويه رز بالخلطه. طبعا تقلت. وانا لما بتقل مبقاش عندي استعداد اتكلم مع حد. ببقى عايز انام. خد حسن بيه عشان عايز ينام. الله، هو انا هنام عندكم؟ امال انت فاكر انك هتنام في لوكاندا؟ يا خليل فندم. حسن بيه في اي بي، خمس نجوم يعني، فاهم؟ فاهم يا فندم، معايا محترم. طيب ما بلاش الفي اي بي دي ونخليها الف عين هي. انا مع الكنبه هنا. ازاي بقى؟ احنا لازم نكرم ضيوفنا. يلا خليل. طيب ثانيه واحده خليل بقى، قدام في اي بي عشان انا تعبان. دراعك ده كده امسك خليل. ايوه كده خليل. اوطى خليل شويه. اهو جرع خليل. يلا بينا. ايه في يا خليل؟ مالك يا خليل؟ تفكر في ايه؟
أخي المواطن، إن قولك للحقيقة فيه سبع فوائد. أولاً، ترضي الله والرسول لأن الرجل الصادق يدخل الجنة والكاذب يدخل النار. ثانياً، تخدم وطنك وتمنع عنه كيد الأعداء والطامعين فيه. ثالثاً، تحمي نفسك من بعض الإهانات التي قد نلجأ إليها مضطرين. يا حسن. سمعت انه متورط في قضية كبيرة. يابا الحكاية اكبر من كده. انا سمعت من مصدر موثوق بيه انه عامل تنظيم. الحكاية غير كده خالص. اصله هدد واحد من مباحث امن الدولة ولخبط معاه في الكلام. والظاهر كده انه طلب انه نشغلوه. قالوا له احنا مالنا؟ اهو هيتربى وخلاص. انا بقول نعمل معاه واجب. اي حد هيسأل على حسن هيشرف معاه. حاكم الجماعة بتوع المباحث دول عاملين زي مصيادة الناموس، اللي يقرب منهم لازم يتلدع. بقول لكم ايه؟ ادعوا له ان ربنا يفك شيخنا احسن. صباح الخير يا انسه هناك. احنا من مباحث امن الدولة. اهلا وسهلا. خطيبك حسن بهلول عندنا. طب وانا هعمل ايه؟ إذا كنت تحب تشوفيه إحنا ما عندناش مانع. لا ما عنديش مانع. تفضل. تمام يا فندم. إيه اللي جابك هنا؟ عايزين منك إيه؟ دي بره الموضوع خالص، بلاش دعوه باي حاجه. انا دلوقتي بس صدقت كل كلمه بتتقال عليكم. انا عايز النيابه، عايز لجنه دفاع عن الحريات، انا عايز ابعت الاعراف رئيس الجمهوريه، انا عايز سم اشربه قبل ما اشوفه هي بتتعرى قدام عينيا. يا حبيبي يا حسن، قد كده بتحبني؟ بحبك ده ايه؟ ده وقت حب، ده دي داخله على مشرحه. نسى هناء، ممكن حضرتك تروح دلوقتي، احنا مش محتاجين لك في اي حاجه. نعم. على هنا الكلام ده؟ طب ما هي هتطلع من هنا تخش اوضه تانيه. يبقى افتح الشباك وبص عليها في الشارع، هتلاقيها ماشيه بكامل حريتها. انسه هناء، حضرتك جيتي هنا مكرهه ولا بارادتك؟ بارادتي يا حسن، عشان كنت عايزه اطمن عليك. بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ الانسه طلبت انها تشوفك علشان تطمن عليك. انا هسيبكم مع بعض شويه. هتعملي لي فيها سين وجيم؟ مش كفايه سياده المقدم اللي عامل لي فيها جيمس بوند؟ اه والله حطيت له مسدس عامل فيه جيمس بوند وهو عامل نفسه ذكي هو لا بيفهم حاجه على قده. خليكي حلوه امال. ايه؟ في ايه؟ في كل خير. انت هتعمل ايه؟ عامل اللي نفسي ونفسك نعمله من زمان. فين؟ احنا في امن حتة في البلد. نحن في امن الدولة. لو كان عندي عربية كنا رحنا المطار. لو جيت عندنا البيت وضحتك هتبقى بدلاجل. لو جيت عندكم البيت امك هتبقى قاعدة زي قرد قاطع. خلاص بقى يا حسن كفاية. كفاية. دي فرصة مش هتتعوض. بس يا حسن ده كفايه.
حسن حتى يدخل ايه ده؟ بقى هي دي اللي انتوا جايبينها عشان تستدرجوا في الكلام؟ اما هي بتستدرج اهي. وقفوا التسجيل وبلاش كلام فارغ يا فندم. ما هو ممكن يتكلم بعد اللي بيحصل ده. اللي بعد كده لا يمكن يبقى كلام. وقفوا التسجيل ولا انتوا عايزين تتفرجوا؟ ها؟ حاضر حاضر يا فندم.